بعد الإقبال الجماهيري الذي شهدته حملة الإمارات معك يا لبنان الأسبوع الماضي دعماً للبنانيين، نظمت للمرة الثانية حملة جمع وتوضيب المساعدات الإغاثية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. شعار الحملة الإمارات معك يا لبنان، وهذا اللي هو الشعار والهدف اللي نحن نبغي نوصله، أن مساعدات الإماراتية راح تستمر إن شاء الله لإغاثة إخواننا في لبنان، وهذا هو الإرث اللي ورثناه من القائد المؤسس الشيخ زايد الله يرحمه، لما أسس دولة الإمارات أسس فيها هذا الالتزام بأن نحن لازم نساعد جميع الشعوب المتضررة من الكوارث أو غيرها من النزاعات في هذا المجال، والحمد لله الشيخ محمد بن زايد أطلق هذه الحملة علشان استمرارية لهذا النهج اللي نحن نورثه. احنا هنا عندنا حزمة النساء وحزمة الأطفال. حزمة النساء هي تتكون من كجميع المواد الأساسية من نظافة شخصية وأيضا من بطانيات للشتاء القادم، أيضا بالنسبة لسلال الأطفال تحتوي على المواد الغذائية الخاصة بالأطفال. هذه الحملة كانت قد انطلقت في 8 تشرين الجاري بالتعاون مع مختلف المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية في الإمارات. دورنا وواجبنا بتلبية احتياجات أهلنا في لبنان بيلزمنا وبيعطينا نوع من المسؤولية أن نشاركهم ونكون معهم طول ما أن في احتياج. الإمارات راح تكون موجودة مثل ما كنا سباقين في تلبية احتياجات أهلنا في لبنان. الحملة مستمرة، وجودنا اليوم في دبي للإقبال الكبير اللي صار من المواطنين وأفراد مجتمع دولة الإمارات والمؤسسات الحكومية اللي مساهمة معنا، فاليوم هذا دور كبير تلعبه الجالية، وإن شاء الله نكون إن وفينا لو جزء بسيط من المطلوب أن نؤديه لأهلنا وإخواننا في لبنان. وشارك متطوعون من مختلف الجنسيات في هذه الحملة. ظلوا صامدين، الله سوف يكون في عونكم إن شاء الله ويوفقكم ويساعدكم ضد أي ظروف صعبة، ونحن وراكم إن شاء الله. شكرا جزيلا للسيادة الشيخ محمد بن زايد لأنه ساعدنا أن احنا نعمل هذه المبادرة ونساعدهم إن شاء الله. نتحلى بالوحدة والصبر، وما في إلنا غير أن نكون كلياتنا إيد واحدة ضد العدوان اللي عم بيصير، ونكون ضد الفتنة لأنه الفتنة هلأ يعني ممكن تكون على دائرة. بحاول أساعد قدر الإمكان لأني هذا أقل من الواجب لكل العالم اللي عم بعانوا من الحرب، إن كنا نحن السوريين أو اللبنانيين أو الفلسطينيين، كل العالم. إن شاء الله هيك يرجع السلام للبنان ونرجع نشوفه أحسن من الأول. وبدي أتشكر كل اللي إجوا عنا وساعدونا، والله يحمي لبنان. منحبكم كتير. لبنان مش قطعة من قلبنا، لبنان هو كل قلبنا، وأكيد أكيد رح نرجع أقوى من الأول، وإن شاء الله الكل بيكونوا بخير وصحة وسلامة، ونحن هون قلوبنا معكم وصوتنا معكم ومنحبكم كتير. وحتى اللحظة أرسلت دولة الإمارات 12 طائرة حملت على متنها 515 طنا من المساعدات الإغاثية المتنوعة. 24 جهة إماراتية مانحة وتطوعية شاركت في حملة الإمارات معك يا لبنان، بالإضافة إلى النسيج المجتمعي المتعدد الجنسيات إلى جانب الجالية اللبنانية في الإمارات، وذلك دعماً لكل من هو صامد في أرض الوطن. من دبي، الإمارات العربية المتحدة، رنا شماس، قناة الجديد.